دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي لمقاضاة الحكومة القطرية وملاحقتها قانونيا بعد ثبوت تورطها صراحة وبشكل مباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين، مطالبا العرادي الحكومة بتشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين وتشكيل فريق قانوني مختص لرفع دعاوى على الحكومة القطرية نتيجة تدخلها السافر في الشأن الداخلي لمملكة البحرين.